أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 152 من معهد ضباط الصف المعلمين، دفعة شهيد مساعد الحسيني أحمد محمود، أحد أبطال معركة جبل المر خلال حرب أكتوبر المجيدة، التي تعد بمثابة دماء جديدة تتدفق داخل شرايين جيش مصر العريق، متخلية بالانضباط العسكري وحسن الخلق، وذلك بعد أن تم إعدادهم إعدادا علميا وعسكريا وبدنيا يتناسب مع المهام التي يكلفون بها في حماية الوطن وصون مقدساته. الزراعة تضع اللمسات النهائية لإطلاق مشروع المليون ونصف فدان. أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لإطلاق مشروع المليون ونصف فدان الذي سيطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا. وأضاف فايد أن الوزارة قام بتشكيل فريق عمل بمنطقة الفرفرة مقر انطلاق المشروع، ويضم الفريق رئيس جهاز تحسين الأراضي، رئيس قطاع الهندسة الميكانيكية والمعمارية، بالإضافة إلى مجموعة عمل من مركز البحوث الزراعية. لجنة سد النهضة تقترح 3 مكاتب استشارية جديدة. كشفت مصادر مطلعة خلال اجتماعات سد النهضة التي تعقد حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم أن التقرير السري الذي أعدته اللجنة الوطنية وتم عرضه على وزراء الخارجية تضمن 3 مكاتب استشارية بديلة عن المكتب الهولندي الذي انسحب من تنفيذ الدراسات، وذلك للبدء في تنفيذ الدراسات الفنية المشتركة في فترة لا تتجاوز 5 أشهر. رياضيا، الأهلي يستشكل ضد بطلان انتخاباته. يتقدم الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر باستشكال رسمي ضد الحكم الصادر ببطلان انتخاباته الماضية الذي صدر اليوم، ويتم الاستعمال من خلال وزارة الشباب والرياضة باعتبار أن الحكم ليس واجب النفاذ. كانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار صلاح خليل نائب رئيس مجلس الدولة قد أوصت بقبول الدعوة. إلى نشرة الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس شتوي مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وتمتد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحرين فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من 1 إلى 2 متر والرياح شمالية شرقية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.